شايفينه تشوفوه حضراتكم على الشاشة، الأهلي 82 نقطة، الإسماعيلي 63، الزمالك 55، المصري ب 28 مباراة فقط عنده 52 نقطة، هبط النصر ب 22 نقطة فقط، الرجاء 25 وطنطا 26. الثلاث فرق يعني الرجاء والنصر تأكد، والطنطا عندها صعوبة حقيقية في البقاء، بينما وادي دجلة 30 نقطة يعتبر نجأ من هذا الفخ، والداخلية أيضا 36 نقطة. يوم الأحد إن شاء الله الأهلي وبتروجيت حسام البدري وطارق يحيى في استاد الجيش في السويس، ده الاسبوع 33. المباراه هتكون الساعه 6 مساء ان شاء الله. الاهلي 82 نقطه وبتروجيت 38 نقطه. الاهلي بمساعده التحكيم ايوه يتصدر الدوري بفارق 19 نقطه على من يليه، وبمساعده التحكيم ولا وبفارق ولا شويه هز؟ لا، بمساعده التحكيم. هو الاهلي بيتحقق كل ماتش ما تحسبلوش ضربه جزاء. ده تحكيم متواطئ مع ده نادي الدولة. نادي الدولة ونادي الحظ ونادي المشايخ وال انا مش عارف اعمل ايه في ابراهيم طبعا. طيب، مباريات الاهلي وبتروجيت 22 مباراة، 19